في إبداع لا مثيل له على مستوى العالم وضمن الإنجازات الريادية لجامعة بيرزيت، أطلقت دائرة الحاسوب في الجامعة أول محرك بحث معجمي يتيح استرجاع ترجمة ومترادفات ومعاني ودلالات كلمة معينة من أصل 150 معجما عربيا ومتعدد اللغات، تم جمعها وحوسبتها خلال 8 سنوات بهدف إغناء الإنترنت بمحتوى عربي نوعي يشكل أكبر قاعدة بيانات للغة العربية، ويساعد مطوري البرمجيات على بناء تطبيقات إلكترونية قادرة على فهم ومعالجة الجوانب اللغوية بعد أن أصبح للعربية مخزون لغوي مؤرشف على الإنترنت. الفكرة جاءت لعدم وجود يعني أو تقريبا غياب كامل لمصادر اللغوية العربية في تطبيقات الحاسوب. تطبيقات الحاسوبية عادة بدها قواعد بيانات لغوية من أجل تحسين أدائها، مثل مدققات إملائية، مثل الجوالات اللي بنحكي معاها بنطلب منها تساوي لنا مهمة أو شغلة. هذا كله يعني في غياب أو في يعني ضعف شديد جدا بما يخص اللغة العربية. بالإضافة للمعاجم التي حوسبت، تم تصنيف الكلمات وتعريفها حسب ما توصلت إليه العلوم وليس كما شاع بين الناس من خلال المعاجم، وهذا ما يعرف بالأنتولوجيا التي تم تمثيلها بلغة المنطق الوصفي. جنس مفاهيم الكلمات، وهذا التجنيس وتمثيله بلغة المنطق اللي الكمبيوتر بيقدر يحسب المعنى ويستنتج منه، هذا يعني بصراحة ما تحتاجه التطبيقات الحاسوب. تخيلوا أنه بنسأل جوجل كلمة بروح يدور لنا حرفيا على معناها، ما بيفهم معناها جوجل. فلو بدنا نفهم جوجل إيش معنى الكلمة عشان يقدر يكون دقيق معنا، فإحنا بنلجأ لإشي بنسموه الأنطولوجيات اللغوية. تحديات عدة واجهت المشاركين بإخراج هذا المشروع إلى النور، منها صعوبة الوصول إلى معاجم اللغة العربية في ظل ضعف الإمكانيات وقلة الداعمين في مجال البحث العلمي. توحيد المعاجم هاي على شكل قاعدة بيانات كان مهمة صعبة، لأنها المعاجم مكتوبة بأشكال مختلفة، والتحدي الثاني كان من أصعبها اللي هو تسريع عملية البحث، لأنها صارت قاعدة بيانات ضخمة جدا، فعملية البحث فيها بطيئة كونها نصوص. هذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقف اليوم فخورين أمام ما تحققه فلسطين وأبناؤها في مساعدة الباحثين والطلبة والجمهور العربي في إيجاد المصطلح العربي الذي يناسب متطلباتهم وبترجمات متعددة، حيث تعد المعاجم الإلكترونية من أهم الوسائل التي تحفظ الذاكرة اللغوية العربية وتسهم في التقليل من أخطاء الترجمات الآلية من العربية للغات الأخرى وبالعكس. وهكذا يؤسس هذا المشروع إلى بناء شبكة لغوية شاملة ومحوسبة ضمن أسس علمية تلائم متطلبات العصر والتطور التكنولوجي المستمر. من جامعة بيرزيت، هادي الشوامري، تلفزيون فلسطين.